تحركات دبلوماسية مكثفة تخيم على العاصمة البريطانية لندن، عنوانها الأبرز مكافحة الإرهاب ووضع استراتيجيات جديدة لتحقيق ذلك. تحقيقا لهذا الهدف تستضيف بريطانيا لقاء يجمع مسؤولين من 21 دولة غربية وعربية لمناقشة سبل تكثيف الحملة على المتطرفين في كل من سوريا والعراق. وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أوضح أن اللقاء سيناقش إضافة إلى العملية العسكرية في العراق سبل قطع التمويل وانتقال المقاتلين الأجانب. هذا المؤتمر لن يبحث فقط للعملية العسكرية في العراق، بل يشمل الحملة الدولية على التطرف. نسعى إلى تقويض المتطرفين وقطع طرق تدفق المقاتلين الأجانب وانتقال الأموال. نعمل الآن على بناء القوات العراقية، لكن يتطلب الأمر شهورا حتى يكونوا مستعدين لبدء عمليات قتالية كبيرة. في غضون ذلك سنواصل تقويض التطرف وحماية أوطاننا بالتدابير الأمنية وبالتعاون مع شركائنا. وزير الخارجية الأمريكي وفور وصوله إلى لندن للمشاركة في اللقاء دعا إلى تكاتف الجهود والتحلي بالشجاعة لمواجهة الإرهاب. لا أعتقد أنه على الناس الفزع، يجب أن يتحلوا بالشجاعة. الشرطة ووكالات الاستخبارات للعديد من دول العالم تتعاون سويا لمحاربة التطرف. الإرهابيون يخططون منذ فترة بعيدة لمهاجمة المصالح الغربية واستهداف من يخالفهم. يجب أن نتكاتف ونرص الصفوف، وهذا هدفنا في هذا اللقاء. إحراز تقدم ضد المتطرفين في العراق سيشكل محورا من مشاركة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي وصل إلى لندن أيضا. العبادي سيشارك 21 وزيرا لتقييم مسار العمليات العسكرية في العراق وسوريا وسبل تطويرها وصولا إلى القضاء على التطرف بشكل نهائي. مصطفى خطيب، العربية.